لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم فهم غافلون. لقد حقق الوعد بأبصارهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأطفال فهم مقمحون. وجعلنا من بني آدم سدى ومن قبله سدى فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نصيناه في إمام مبين. وضربناهم مثلا أصحاب قرية هشام أهل المرسلون إذا صلى إليهم النيم كتبوهما فعززنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون. يا حسرة على العباد ما
بما لا يعلمون وآيات لهم لا ينسخ منه النهار فإذا هم مظلمون وشمس الأجيال مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى هذا كالعرجان القديم Yeah.
عقلهم بدان لهما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم